حكينا بالمحاضرة السابقة عن السبايروكيتس، وحكينا عن لايم ديزيز أو وحكينا أيضا عن لابتوسبوروسيس وكملناها. نجي على الأورجانزم الثالث من السبايروكيتس وهو كلش مهم، وهو السفلس، مرض السفلس اللي كلنا نسمع عنه ونعرفه. الأورجانزم هي التريبانوما اللي تسوي لنا مرض السفلس. نجي للتريبانوما، شنو الفيتشر مالتها؟ أول شيء هي سبايروكيت، وإحنا عرفنا عبارة عن سبايرال شيب. طبعا هي مثل ما قلنا، ليش ما صنفوا السبايروكيت، صنفوها على أساس شيب، ما دخلوها كلها ضمن الجرام نيجاتيف؟ لأن ببساطة شافوا التريبانوما ما نقدر نسوي لها ستين بالجرام ستين، رغم إنه الانفلوب مالتها بفيتشر مال الجرام نيجاتيف. واضحة الفكرة؟ يعني الانفلوب مالتها عنده اندوتوكسين، يعني ممكن يسوي لك سبتك شوك، لكن هي من نجي نسوي لها جرام ستين ما يصير لها نيجاتيف جرام ستين. راح نحكي ان شاء الله عن الجرام ستين بالمحاضره الجايه، بس حتى تكون فكره اساسيه. اذا هي كانوت ستين، يعني ما يصير لها ستين بالجرام ستين، وبالرغم هذا هي تعتبر بها فيتشر من الجرام نيجاتيف بكتيريا، انه الانفلوب مالتها بليبيد كونتنت، اوكي، اللي هو الاندوتوكسين. واضحه النقطه؟ هي موتايل لان عندها فيلمنت، عندها فلاجله، اوكي، فبالتالي هي موتايل. ونشوفها عاده، نشوفها بالجنتال تراكت، وهي معروفه جدا ان هي سكشوال ترانسميتد ديزيز، وممكن يصير بها فيرتيكال ترانسميشن اكروس ذا بلاست. اذا هي يا اما تعتبر من الاس تي دي، يا اما ممكن اكو فيرتيكال ترانسميشن من المذر للبيبي، اوكي، اكروس ذا بلاسنتا. يجي عاد الديزيز شنو عاده؟ احنا السيفلس نقسمها الى ستيجز، اكو برايمري واكو سكندري واكو تيرشري واكو كونجنتال واكو ليتنس. طبعا البرايمري حتى نلخصها، بس البرايمري كلمه واحده نلخصها اكو بينلس شانكر، اوكي. وطبعا حكينا عن اكو بينفول شانكر او شانكرايد كنا نسميه. شنو هذا الديزيز كان؟ بالضبط، هيموفيلس دوكراي، عاش تيبكم. فبالتالي احنا البرايمري ستيج، اي تعرفون هاي الكلمه حاليا شانكر وذات ات، هسه راح نحكي بتفاصيلها. السكندري سيفلس، من نحكي عن السكندري سيفلس نحكي عنها نحكي عن راش، نحكي عن سكن مانفستيشن، اوكي، ركز بهاي الكلمه. البرايمري هو عباره عن جينيتال ألسر، السكندري عباره عن راش او سكن مانفستيشن، والتيرشري عباره عن كاردياك اند نيورولوجيكال مانفستيشن، اوكي. بس هاي خلينا نحطها كهيد لاين على اساس واحد يبدي يتذكر كل شيء بتفاصيله. اول شيء نحكي عن البرايمري سيفلس. البرايمري سيفلس هو عاده الفيتشر مالته انه لوكالايز ليجن، تكون بينلس شانكر وين؟ بالجنتال اريا. وهذا اللي تشوفون هذا الشيب مالته، هذا هو التشانكر اللي هو ألسر، نقدر نقول عنه يكون بينلس. طبعا صار عندنا اكثر من ألسر يسوي لك بينلس، بس ان شاء الله من نخلص كلها، لان احنا عندنا ايضا بالباراسايتولوجي بالفيرولوجي عندنا ممكن يصير اكو ألسر. فمن نكمل كل شيء راح نيجي نحكي عن جينيتال ألسر، كل اورجانيزم شيء من، يعني مثلا كل ألسر يا اورجانيزم يسوي شنو الفيتشر اللي تميزه، كلها تفاصيلها راح نجمعها بالاخير، راح نسميه سيستمك مايكروبيولوجي، اوكي. فبالتالي حاليا بس مجرد اعرف ان البرايمري ستيج او البرايمري سيفلس هو عباره عن بينلس ألسر، بينلس شانكر. عاده الدايجنوسز، احنا اجاك بيشنتس، وهاي نقطه مهمه، اجاك بيشنتس شفت عنده هذا البينلس شانكر، البيست ميثود فور دايجنوسز اوف برايمري سيفلس، ركزوا برايمري سيفلس ما احكي عن سيفلس ات اول، بالبرايمري ستيج هو الدارك فيلد مايكروسكوب، اوكي. زين، ليش؟ لان بالبرايمري ستيج اكو الانتي بودي او السيرولوجي عاده هو يكون بوزيتيف ب 80%، بس يبقى البيس مثل فور دايجنوسيس اوف برايمري سيفلس هو دارك فيلد مايكروسكوب، اوكي. طب هاي النقطه الاولى، ننتقل بعدها عن سكندري سيفلس، اوكي. سكندري سيفلس معناه مثل ما قلنا، خلينا نركز على سكن مانفستيشن مينلي، اوكي. يجي البرزنتيشن مالته عباره عن كونستيتيوشنال سيمتوم، اللي هو يجيك البيشنت ممكن فبرايل، يجيك البيشنت عنده هيدك، يجيك مايالجيا، هاي الفيتشر. اضافه الى هذا عنده مدخول وبيبيلر راش، هذا الراش اللي قدامكم بهاي الصوره
ما اعرف واضح قدامكم او لا، يكون ماكيول وبابيول. الماكيول عباره عن فلات ليجن، البابيول سلايتلي اليفيتد ليجن. اوكي، النقطه الاساسيه اللي تعرفها انه السكندري سيفلس البالمز اند سولز تكون انفولفد. اوكي، انكلودينج بالم اند سولز. حكينا قبل اول محاضره يمكن او ثاني محاضره عن organism كان عن disease كان involved palm soil، وحكينا عن disease not spare palm and soil. من يتذكر بالضبط؟ عشتيتكم التوكسيك شوك سيندروم. اوكي، كان involved palm and soil. زين شنو كان spare palm and soil؟ بالضبط بالضبط، اللي هو السكارلت فيفر كانت سبير البالم اند سول. طبعا هاي الكلمه كلش يحبوها، انه يا هي انفولف بالم اند سول ويا هي سبير. فانت من هسه حتى راح نجمعها ان شاء الله ليترون، بس حتى تكون ببالكم السيفلس الكوكساكي فيروس روكي ماونتاين سبوتد فيفر، راح نحكي ان شاء الله اذا لحقنا اليوم بالمحاضر عنها، هي عاده تكون بها بالم اند سول انفولفمنت، ونقدر نضيف وياها اللي حكيناها بالستاف اوريوس. بس عموما هاي المين الثلاثه ركز عليها. فبالتالي احنا عندنا ماكيو البابيلا راش البالم والسول تكون انفولف. اضافه الى هذا اكو شيء يسموه عندنا كوندلوما لاتا، اللي هي حتى نشوف الشكل مالها. ده تشوفون هذا الوارتي ليجن، طبعا اكو ديزيز يسوي لنا هم كونديلوم بس لها اسم ثاني. من يعرف الاسم الثاني او الديزيز الثاني؟ بالضبط، هيومن بابلوما فيروس كنا نسميها كونديلوما اكيومناتا. اوكي، عاشت لكم، وان شاء الله هم نفرق عنها واحدة عن الثانية ليترون. فبالتالي كونديلوما لاتا اللي هي بينلس وارتي لايك ليجن، هذا اللي تشوفون هذا الوارتي ليجن قدامكم هذا. اضافة الى هذا البيشنت ممكن عنده لنف ادينوباثي هير لوس، يعني ما مو فد قصه. السكند ستيج الدايجنوسيس مالتنا عاده نعتمد على السيرولوجيكال دايجنوسيس. اوكي، السيرولوجيكال دايجنوسيس باعتبار احنا نحكي عنها وحتى نوضحها. السيرولوجيكال دايجنوسيس بالسيفلس نقسمها الى نوعين بس كفكره. اكو نن تريبانومال، يعني شنو؟ يعني هي مو سبيسيفيك للتريبانومال، مو سبيسيفيك للسيفلس. اوكي، اكو شيء سبيسيفيك للسيفلس ان شاء الله راح نحكي عنها هسه ليترون، بس حتى تكون عندكم فكره. هاي مجموعه تحاليل، اكو سبيسيفيك للسيفلس هاي نسميه تروبونومال انتي بادي، واكو نن سبيسيفيك اللي هي نن تريبونومال انتي بادي. اوكي، اذا هسه احنا البرايمري سيفلس حكينا هو عباره عن بينلس شانكر، والبيست ميثود اوف انفستيجيشن هي الدارك فيلد مايكروسكوب. حكينا على السكندري سيفلس وحكينا قلنا انه هو مين ليدر مارتولوجيكال اور سكن مانيفستيشن، حكينا عن كوندلوم وحكينا عن المكويل وبابيلا راش ميلي، واضاف لها قلنا السيرولوجيكال دايجنوستس هو امبورتنت. اكو ستيج تعتبر بين السكندري وبين تيرشري يسموها ليتنت سيفلس، انه البيشنت ممكن يكون بوزيتيف سيرولوجيكال تيست، يعني ممكن اذا دز سيرولوجي راح اشوف البيشنت بوزيتيف. طب احنا من نحكي عن سيرولوجي حتى تكون واضحه، نحكي عن انتيجين انتيبادي. اوكي، ندورها بالسيرم، فهاي اللي يسموه سيرولوجي. فالبيشنت ممكن يكون بوزيتيف سيرولوجي، يعني الانتيبادي والانتيجين ممكن يشوفها بالبلد، بس البيشنت ما عنده مانيفستيشن، فهاي يسموه ليتنت سيفلس. اوكي، هذا الليتنت سيفلس حتى يكون واضحه. ننتقل بعدها على التيرشر سيفلس، وهذا عاده ميلي يكون ب كارديوفاسكولار اند نيورولوجيكال مانيفستيشن. شنو المشكله؟ تتذكرون بالهيستولوجي اللي ماخذي بالمرحله الثانيه كان البلد سبلاي مال فازلز، شنو يسموه؟ فازو فازورم، اللي هو كان يسموه فازلز اوف ذا فازل. هذا البلد سبلاي مال فازلز، المشكله بالسيفلس انه يسوي ديستركشن للبلد سبلاي نفسه للفازلز. فتخيل الفازلز ما بي بلاس اوف لايف، فممكن يسوي لك سيفير مانيفستيشن، واكثر شيء نشوفها بالايورتا. اوكي، فبالتالي نبدي عاده السيفلس من الاورجانزم اللي ممكن يسوي لك جرانيولوما. اوكي، يسموها جوما هاي. اوكي، ممكن يسوي لك ايورتايتس اللي انت انفلاميشن بالايورتا نتيجه ديستركشن اوف فازوفازورم، ديستركشن اوف بلاد سبلاي اوف ايورتا. ممكن يصير كومبليكيشن
نيوروسيفلس. نيوروسيفلس عادة نركز على تو مانيفستيشن أو شيء يسموه تيبيز دورزالس. يعني إذا تتذكرون السباينال كورد مثلا، خلينا نحكي على اللفل السباينال كورد، كان عندنا أكو شيء مقسمه مثلا سباينو ثيراميك تراكت اللي كان مسؤول عن نقل البين والتمبراتشر إذا تتذكرون، وأكو شيء كان يسميه كورتيكو سباينال تراكت مسؤول عن نقل الموتور فانكشن، واكو شيء كنا نسميه الدورزال كولوم اللي هو كان موجود هو دورزالي. اوكي اذا قلنا مثلا نرسم مقطع هنا موجود هو دورزالي نسميه الدورزال كولوم، كان المسؤول هذا الدورزال كولوم شنو مسؤول؟ مسؤول عن الفايبريشن، البروبريوسبشن، الجوينت بوزيشن، مسؤول عن هاي الشغلات. اوكي فبالتالي السفلس يكون عاده التارجت ليجن مالته، ضيفوها انتم حتى ما تنسوها. من نحكي عن تيبيز دورزالس نحكي عن damage or destruction للدورزال كولوم، اوكي اللي هو مسؤول انتو ضيفوه هاي مسؤول عن نقل vibration proprioception. proprioception يعني البيشنت يعرف مثلا الحركة مثلا من نسوي له حركة هاي وين متجهة وهي هاي proprioception. والجوينت بوزيشن طبعا انتم مو التفاصيل هاي نحكيها بالنيورو، شنو البروبريوسبشن، شنو الجوينت بوزيشن، شلون نسوي لها فحص بالنيور، بس انت المهم تفهم ان البيشنت ممكن يجيك بالسفلس لوس اوف دورزال كولوم، بالتالي يجيك لوس اوف فايبريشن سنسيشن، لوس اوف جوينت بوزيشن سنسيشن، وان شاء الله نحكيها بالتفاصيل، بس النقطه الاساسيه تخليها ببالك، نحكي عن تيبيز دورزالس، نحكي عن دامج للدورزال كولوم، اوكي هاي النقطه الاساسيه واضحه اطباء؟ قبل ما انتقل لها كلش مهمه خصوصا بعدين بالنيور انه تكون انت فاهم هذه الاساس، حتى ان شاء الله من نشرح البرنسبل مال التراكت بالسبانال كورد انت من نحكي عن درز الكولوم من اسالك مثلا مش سوى الليجن ممكن نتوقع تعرف ان السيفلس يسوي ليجن بهذا التراكت. اوكي تمام نيجي اذا حكينا عن ممكن ايورتايتس، حكينا عن نيوروسيفلس، واكو انذر مانفستيشن اكو شيء يسموه ارجال روبرتسون بيوبل. اوكي شنو ارجال روبرتسون بيوبل؟ هاي عادة يسموه other name يسموه prostitute pupil. ليش؟ ليش؟ تعرفون احنا الاكوموديشن شنو الاكوموديشن؟ الاكوموديشن ببساطة حتى نلخص الموضوع، انت من تحرك اصبعك باتجاه عينك مو عادة يصير adduction للبوث اي، هذا الرياكشن بصورة عامة طبعا هو much more complication than just adduction، بس يعني خلينا نقول هو عبارة عن adduction convergence ويصير ممكن meiosis وياه، بس هذا الرياكشن مثلا انتم خلوا اصبع ايدكم قدامكم وجيبوه اتجاه عينكم، هذا الرياكشن اللي يصير بالاي هاي نقصد بيه اكوموديشن. اوكي وضحت الفكره شنو اكوموديشن؟ زين الاكوموديشن هذا واحد، الثاني اللي نحكي عنه هو الرياكشن تو لايت. عاده انت من توجه لايت على العين المفروض انت من توجه لايت على العين يصير بها دايليتيشن صح؟ سوري كونستريكشن، بالظلام يصير دايليتيشن مو صحيح؟ انا اعرف هاي البرنسبل. هسه انت جيب لايت على اي عين ووجهها المفروض انت تصير الاي يصير بها كونستركشن صح لو لا؟ واضحه الفكره؟ تمام اذا هسه واضحه الفكره شنو الاكوموديشن شنو نقصد؟ الاكوموديشن خلينا نقول رياكشن اوف اي من تجي تجيب مثلا الاصبع مالتك تجاه الاي راح يصير بها كونفرجنس ويصير عندها سيليار كونتراكشن، طبعا قصه مايوسز وقصه طويله ما نحكي تفاصيلها الان. اوكي هذا الاكوموديشن. اللايت رياكشن هو عباره عن تجاست من توجه لايت على العين المفروض يصير بيوبولاري كونستركشن. البيشنت بالارجاي روبرتسون بيوبول الباثولوجي انتم مطالبين بيه تعرف الليجن وين وهاي التفاصيل، بس تعرف انه الارجاي روبرتسون بيوبول هي عباره يسموها بروستيتيوت بيوبول، يعني شنو؟ It can accommodate but not reacts. Okay. يعني الفكرة الأساسية إنه الآي من راح تجي تسوي accommodation راح تجيب الأصبع القريب من عينك ممكن يصير أكو meiosis بالعين مالتك، بس بالمقابل من تجي توجه ضوء على عينك ما راح يصير بيها meiosis باللايت. إذا الآي response to accommodation but don't response to light reflex. فهذا يقول لك هاي prostitutes pupil it's accommodates but not reacts. وضحت الفكرة؟ فبالتالي هي اكو constriction with accommodation but no reaction with light. أطباء أوكي هسه لحد الآن تيبيز دورزالس والأرجاين روبرتسون بيوبل، هاي إن شاء الله راح نحكي عنها أيضا بالنيورولوجي بس حاليا أوكي
الكل حتى يقول اوكي حتى نمشي. اوكي مو مشكلة، حتى نرجع التيبيز دورزالس هو عبارة عن دامج للدورزال كولوم اوف سباينال كورد. الدورزال كولوم اللي هو مسؤول عن نقل الفايبريشن لبروبريوسبشن اند جوينت بوزيشن. اوكي، فبالتالي احنا من يصير دامج للدورزال كولوم او يصير من عندنا تيبيز دورزالس نتوقع مانيفستيشن بهذه الفانكشن. زين، ارجع روبرتسون بيوبل، انت عاده المفروض خلينا نقول نركز جست على المايوسز، جست على البيوبلر ريكونستركشن. البيوبل من تقرب اصبعك على عينك يصير بيه مفروض كونستركشن، ومن توجه عليه لايت يصير بيه كونستركشن. اوكي، بالارجاي روبرتسون بيوبل الباثولوجي انت تفاصيله ما مطلوبين عنه، بس المهم تعرف انه الاي كان اكوموديت، يعني انت من تجيب اصبعك قريب من عينك الاي يصير بيها كونستركشن، بس بالمقابل من توجه الضوء على عينك ما يصير هذا كونستركشن. فهم يسموها هذه كلمه يعني تلقوها هواي دائما مشهوره بالكتب، حتى موجوده هاي من الفيرست ايد، يسموها بروستيتيوت بيوبل. ليش؟ لان اتس كان اكوموديت بت نوت اكتس. اوكي، حاليا واضحه الفكره. اضافه الى هاي البيشنت لان عنده دامج للدورزال كولوم راح اشوف عنده اتاكسيا، راح اشوف بوزيتيف رومبرج تيست. رومبرج تيست شنو؟ البيشنت تخليه يوقف. اوكي، وطبعا يمد ايده انت ولازم واحد حتى يلزم في حال وقع يكون قريب من عنده سبورتد، وتقول له مثلا يمشي لك على خط مستقيم وراه تساله يغمض. اذا كان هذا صار عنده لوز شو اسمه وصار عنده التاكسيا ولوس للبوستشر مالته، هاي معناها بوزيتيف رومبر تيست. طبعا انتم هاي تفاصيل لا تعرفوها حاليا، نحكي بتفاصيل ان شاء الله بالنيورولوجي، بس المهم تعرف انه هو بوزيتيف رومبر تيست. اضافه لها ممكن عندهم جوينت مانيفستيشن، ممكن عندهم ستروك يصير، بس هاي رير. يعني الدايجنوستس مالتها اجين هي سيرولوجي. اذا البرايمري سيفلس الدايجنوستس مالتها نعتمد عن الدارك فيلد مايكروسكوب، السكندري اللي كان سكان مانيفستيشن مينلي، والتيرشي اللي كان هو نيورولوجيكال اند سي في اس مانيفستيشن نعتمد مينلي على السيرولوجي. اتس اوكي طب حاليا. اوكي، ركز على الصور حتى حاليا حتى نعرف. هذا كان عندنا تشانكر وحكينا، هاي دي نشوف بالدارك فيلد مايكروسكوب نشوفها سبايرال شيب بكتيريا اللي هي السبايرال بيس. هذا المكيول بابيولار راش، وهذا ايضا راش المفروض، وهنا عندنا هذا الكونديلوما لاتا اللي هي عباره عن بين السوارتي ليجن موجود بالجنسال اريا. اوكي، ننتقل عن كونجنتال سيفلس. والكونجنتال سيفلس مثل ما قلنا هو عبارة عن ترانسبلاسنتال ترانسميشن. البيشنت يجيك عادة شنو تشوفون هذا الليجن عبارة عن سكار بالما around the mouth، هذا يسموها راقاد. راقاد عبارة عن سكار around the mouth. إضافة إلى هذا أكو هنا الصورة تشوفون abnormal nasal secretion، هاي يسموها snuffles. اوكي، البيشنت ممكن يشوف هاي التيث مالته، يعني احنا مثلا التوث دي شوف اكو كانه فد جروف بالنص، هاي يسموها هيتشسون تيث. اضافه الى هاي ممكن عنده ابنورمال شينز، يعني ابنورمالتي باللور ليم، ابنورمالتي بالماكزيلا، يعني مانيفستيشن. انتم مو ضروري تعرفوها تفاصيلها، بس الصور اللي قدامكم كلش مهمه تعرفوها. اوكي، فبالتالي هذه اللي نقصد بيه الكونجنتال سيفلس اللي هو مثل ما قلنا vertical transmission او نسميه transplacental transmission. اوكي، يبقى انت شلون prevent it؟ لازم المذر من اذا كانت عندها سيفلس لازم early treatment بال early pregnancy. اوكي، يبقى عادة diagnosis حتى تكون عندكم فكرة مثل ما قلنا. برايمري سيفلس قلنا دارك فيلد مايكروسكوب وخلصنا هاي القصة كلها. زين، سكندري وتيرشري. اوكي، الدايجنوستس مالتها مثل ما قلنا السيرولوجي. اول شيء احنا عادة ندز نان سبيسيفيك تيست، يعني ندز سنسيتيف تيست. اول تيست ندز احنا عادة اجينا بيشنت شكينا عنده هذا سيفلس، and this venereal disease research laboratory هذا
هذا عادة يفيدنا to exclude the disease. أوكي زين، venereal disease research laboratory طلع لك، أما حتى تكون واضحة دزيت هذا VDRL، يما راح يطلع لك نيجاتيف يما راح يطلع لك بوزيتيف، هاي انتو ضيفوها يمكم. اوكي زين، طلع لي نيجاتيف خلاص اكسكلود اكسكلود سيفلس وخلصنا من القصة. وها هي زين، هاي سوينا من هنا اكسكلود للسيفلس. زين افرض طلع لي بوزيتيف، الفينيرال ديزيز ريسيرش لابراتوري عنده المشكلة false positive result هواية، وراح نحكي differential diagnosis مال positive venereal disease research laboratory. بس في حال طلع لك شو اسمه positive، ما تقول هاي syphilis، تدز على specific على sorry على specific test اللي هي التريبانوما test، وراح نحكي عن أمثلة عنها. بس المهم تعرف حاليا انه هنا تدز later on specific test، وراح نحكي عن شنو specific و non specific. بس تعرف هذا الابروتش، انت بيشنت اجاك سكندير او تيرشري دز نون سبيسيفيك تيست اللي هو عاده نستخدم في دي ار ال، طلع لك نيجاتيف اتس مين ذير از نو سيفلس اكسكلود ذا ديزيز، لا طلع لك بوزيتيف يحتاج لك فرذر ورك اب تروح على سبيسيفيك تيست حتى نسوي دايجنوستس. اوكي اطباء كابروش حاليا هذا اوكي. فبالتالي احنا مثل ما قلنا دائما بي فور هذا ال VDRL هو اختصاص Venereal Disease Research Laboratory. اوكي عادة هو شنو الفكرة مالته، هذا الفكرة مالته انه هو detect antibody against شنو شي اسمه كاردولبين. هذا كاردولبين مو specific للسيفلس، مو specific للترابانوما، ممكن باي دمج تشو ممكن يسوي يصير بي ريليز. اوكي فهو فتشي نان سبيسيفيك، بس المهم انت تعرف VDRL يدور على شي كاردولبين هو نان سبيسيفيك. بس ليش نبدي بيه؟ لان هو افيلابل ان اكسبنسيف، هاي الفيتشر مال سكرينينج تيست خلينا نقول. اوكي اضافه الى هو سنسيتيف، احنا كان اكو قاعده يقول لك سنسيتيف سناوتس، سنسيتيف يفيدك تو اكسكلود ذا ديزيز، رول اوت ذا ديزيز. فبالتالي ما دام هو سنسيتيف من يطلع لي نيجاتيف اذا معناها اقول ذير از نو سيفلس، بس بالمقابل هو نوت سبيسيفيك، اذا طلع لي بوزيتيف ما احلف اروح على سبيسيفيك تيست. زين شنو differential diagnosis of positive VDRL؟ ممكن pregnancy يسوي لك positive VDRL، ممكن infection with viral EBV اللي هي Epstein Barr virus أو الهيباتيتس، certain drug بروكانامايد كلوروبرومازين أوكي، rheumatic fever systemic lupus erythematosus أو leprosy، هاي كلها ممكن يسوي لك false positive test. يبقى هو مجمع لك إياها بتجميع حلو، مثلا V viral infection، ال D drugs، ال R rheumatic fever، وال L lupus أو leprosy، وضاف لهاي ممكن نضيف وياها pregnancy. واضحة الفكرة؟ فبالتالي انت حاليا اجاك patient VDRL positive وقال لك ها دكتور يعني معناه هو عنده syphilis، لا تقول لهم اي او لا، لازم تدز specific test يلا تعرف هل هذا عنده او لا. واضحة الفكرة؟ النن سبيسيفيك تيست مثل ما قلنا ال VDRL، واكو شيء يسموه RPR اللي هو رابيد بلازما ريجين. اوكي رابيد بلازما ريجين اوكي، هذا حتى تحبون مو شرط انتم تحفظون اختصارها يعني كاسم، بس مجرد تعرف يا هو النن سبيسيفيك ويا هو السبيسيفيك. هاي النن سبيسيفيك، السبيسيفيك اللي هي ديتكت انتي بودي سبيسيفيك فور تريبانوما، سبيسيفيك للسيفلس اللي هي احنا ليتر اون نبدي بيها ورا اذا شفنا في دي ار ال بوزيتيف نروح ندزها. اللي عندنا هي تو، اكو شيء يسموه اف تي اي اللي هو فلوريسنت تريبانوما انتي بودي ابزوربشن. اوكي هاي اف تي اي هذا سبيسيفيك، فبالتالي عن في دي ار ال طلع لي فوز. الثاني يسموه هذا تي بي بي اي اللي هو اختصار تريبانوما بلدم بارتيكل اجلوتينيشن. اوكي يعني اذا حد نعيد الاختصار نعيده، بس انتم طبعا مو مطالبين تعرفون هذا كل واحد شنو اختصار شنو، بس مجرد تعرف يا هو السبيسيفيك ويا هو النان سبيسيفيك. انت تبدي بنان سبيسيفيك تيست اللي هي عاده في دي ار ال
وليتر اون طلع لي نيجاتيف اتس مين اكسكلود السيفلس، طلع لي بوزيتيف يحتاج فرذر وورك اب. واضحه اطباء؟ وقلنا البرايمري احنا نروح دائما على دايركت تيست اللي هو دارك فيلد مايكروسكوب لحد الان. اوكي pregnant woman with syphilis اجتني انا عندي suspicion of syphilis اديزها VDRL، VDRL طلع لي negative exclude، زين هو طلع لي positive ممكن هي pregnant و positive ممكن هي عندها syphilis، فاروح على specific test اللي هي يا اما FTA او TPPA. اوكي دكتور؟ يعني ما فرقت شيء، انا ابدي من specific test وراح اروح على specific test اذا طلع لي positive. اوكي طبعا احنا هاي الربد بلازما ريجن مثل ما قلنا هو نون سبيسيفيك، هو عباره عن ميكسينج السيرم مال بيشنت وذ كوليسترول وذ كارديولبين وذ، المهم نسوي ميكسينج، اذا صار بي اجلوتينيشن او يسموها فلوكيوليشن معناها هذا اكو كارديولبين انتي بوديز، شلون الفكره مال فينيرال ديزيز ريسيرش لابوراتوري. اوكي نفس الفكره، ما يصير بي اجلوتينيشن معناها اكو انتي بودي اجينست كارديولبين. اوكي لا هو مو 100% طبعا راح يطلع البيشنت، لا لا الابروتش ما تبدي حتى لو بريجننت وومن، السؤال الاطباء دي يسالون زين هي بريجننت وومن راح تطلع لي في دي ار ال بوزيتيف، فانا ليش ما اختصر الوقت وهو الادز على سبيسيفيك تيست؟ لا هي مثلا احنا بدنا نقول هاي ديفرنشال دايجنوستس، بس هسه انت روح سوي مثلا هل كل بيشنت عنده هيباتايتس راح يطلع الفي دي ار ال بوزيتيف؟ لا. هل كل بريجننت راح تطلع الفي دي ار ال بوزيتيف؟ لا. هاي ممكن تطلع عندك، فانت لا دائما بالعالم كله تبدي بسنسيتيف تيست اللي هو سكرينج تيست اللي هو عاده يكون افيلابل ان اكسبنسيف، لان هناك محسوبه هيلث انشورنس وهاي القصه كلها، فانت تبدي خلينا نقول سكرينج تيست اللي هو عاده يكون افيلابل ان اكسبنسيف تبدي بيه، وليتر اون اذا طلع بوزيتيف تحول على سبيسيفيك تيست، ما تتجاوز هاي الخطوة. حتى لو كان البيشنت هذا انت تعرفه داخل التراك ممكن يطلع لك هذا التيست بوزيتيف، هم تكمل نفس القصة تبدي سكرينج تيست نان سبيسيفيك تيست وتحول بعدها على سبيسيفيك تيست. اوكي يبقى البيشنت السيفلس شنو التريتمنت مالته؟ الدراج اوف تشويس هو البنزافين بنسلين، البنسلين خلينا نقول. اوكي الدايركت تيست نسوي جاست بحالة البرايمر سيفلسي في الدارك فيلد مايكروسكوب. اوكي زين التريتمنت هو البنسلين عادة، اكو شي رياكشن عادة، انت البيشنت انطيته بنسلين خلال اول 24 ساعة ممكن البيشنت انت من انطيته بنسلين تريتمنت راح تشوفه ممكن في برايل بيشنت يشوف هايبوتنسيف يشوف بيشنت عنده رايجرز، هاي الفيتشر كلها معناها شنو؟ معناها اكو رياكشن اكو ريسبونس للتريتمنت، ليش؟ لان دي يصير دمج للبكتيريا فريليز التوكسين. اوكي هذا الرياكشن يسميه جيريش هيركس هايمر رياكشن، جيريش هيركس هايمر رياكشن. اوكي اسماء ما ادري شلون، فالمهم هاي كلش تعرف هاي الكلمه، البيشنت انطيته بنسلين وصار عنده هذا الرياكشن معناها البيشنت هذا good response to treatment معناها هذا يصير killing البكتيريا معناها ال patient اكو response. اوكي هذا جريش هيركسهايمر reaction. اوكي يبقى ال prevention انه تنطي دائما ال patient اذا contact تنطي ممكن بنسلين وناو ناو فاكسين حاليا against syphilis، فبالتالي حاليا حتى نلخص syphilis هو syphilis عباره عن spirochete، قلنا هو عنده cell envelope ب endotoxin يشبه لجرام نيجاتيف بس هو not جرام نيجاتيف. اوكي حكينا عن الترانسميشن هو STD او transplacental or vertical transmission، حكينا عن البرايمري سيفلس وقلنا مينلي هو عباره عن بينلس شانكر والدايجنوسيس دايركت عن طريق دارك فيلد مايكروسكوب، حكينا ليتر اون عن السكندري سيفلس واللي قلنا هو عباره عن درماتولوجيكال مانيفستيشن ماكيور بابيلار راش كوندلوما لاتا، وحكينا هاي التفاصيل والدايجنوسيس سيرولوجي، حكينا عن ليتنت سيفلس اللي هو ما بي مانيفستيشن بس بوزيتيف سيرولوجي، حكينا عن تيرشير سيفلس اللي قلنا بي نيورولوجيكال مانيفستيشن لخصناها بتيبيز دورزالس اند ارجاي روبرتسون بيوبل، اضاف الى هاي البيشنت ممكن يجيك ستروك لايك برزنتيشن يجيك مثلا
رومبال تيست بوزيتيف، وحكينا انه ممكن يصير عندهم ايرتايتس. بالاطفال حكينا ممكن البيشنت يجيك بسكار اللي سميناه كونجيتا سيفلس، سكار اراوند ذا ماوث، سنافلز اور ابنورمال نيزل سكريشن، ابنورمال تيبي تيث، يعني هاي كلها التفاصيل. الدايجنوسيس قلنا دائما الابروش مالتنا ديزنين سبيسيفيك تيست اللي هو ممكن ار بي ار او في دي ار ال، شفناها نيجاتيف اكسكلود ذا ديزيز، شفناها بوزيتيف اروح ادز على سبيسيفيك تيست. فبالتالي هذا المخطط كتبوه على طباعينكم، عزيز في دي ار ال نيجاتيف اكسكلود ذا ديزيز، بوزيتيف اروح على سبيسيفيك ديزيز لتريتمنت هي بنزاثين بنسلين، واكو رياكشن سميناها جريش هيركسهايمر رياكشن اللي هو عباره عن شو اسمه ريليز اوف بكتيريال توكسين دو ديث اوف بكتيريا. اوكي يا اطباء، السيفلس بالنسبه للكل اوكي تمام. كل ما تكثر اوكي حتى واحد يحس انه انت اوكي دا تفهمون ويكمل اوكي تمام. نحكي هسه عن انذر بكتيريا واللي هي ايضا راح نشوف يسميها اللي هي الجاردينيلا. طبعا كلكم تعرفون هذا بكتيريال فاجينوسيس، اللي دازقاني اكيد يعرف هذا الشيء وهواي يركزون عليها وهواي يجيبوها وتشوفوها هواي بالامتحان، صح لو لا؟ فاعتقد كلكم شايفين تعرف يعني، خصوصا اللي مره بمراحل الكلينيكال. الفيتشر مالتها الجاردينيلا فاجينالس اللي هي اللي سوينا بمرض سميناه بكتيريال فاجينوسيس. اوكي الجاردينيلا فاجينالس، طبعا البكتيريا فاجينوسيس حتى من هسه هو مالتي بكتيريال او سوري مالتي اورجانزم، مو اورجانزم واحد. هواي راح تشوف كتب ممكن يصفطوا لك عشرات الاورجانزم، بس هو انت باليو اس والله والموست كومن اللي يركزون عليه هو الجاردينيلا فاجينالس. اوكي تشوف غير مصدر هواي كوز له صح مو معناها غلط، بس انت حاليا انت اللي تركز عليه هو الموست كومن اللي هي الجاردينيلا. اوكي الجاردينيلا هي عباره عن جرام فاريبل رول، يعني هي لا تقدر تقول عنها هي جرام بوزيتيف ولا هي جرام نيجاتيف، بس بالمقابل اذا كان السيفلس عنده السيل انفلوب مالته كرايتيريا مال جرام نيجاتيف، فالجاردين اللي عندها كرايتيريا مال جرام بوزيتيف. بس بالمقابل احنا خليناها لا هي جرام بوزيتيف ولا هي جرام نيجاتيف، نركز هي جرام فاريبل رود. اوكي انيروب وهذه ما تعنينا شيء، هي نيجاتيف كاتاليز نيجاتيف اوكسيدايز نيجاتيف، وهذه مو فد شيء. وين موجوده؟ هي عاده نورمالي موجوده بالفيميل فاجينا. اوكي الترانسميشن مالتها عاده وين؟ هي نورمالي موجوده بالفاجينا وما تسوي لنا ديزيز. احيانا البيشنت ممكن تاخذ انتي بايوتيك فتسوي كيلينج اكل اورجانزم نسميه لاكتوباسيلاي، هاي خلينا نقول نورمال فلورا موجوده بالفاجينا. البيشنت انتي بايوتيك سوت كيلينج للاكتوباسيلس، فبالتالي خلت الفيلد كله كنيوتريشن كسبيس كل الجاردين اللي فسوت لنا البكتيريا فاجينوسيس. او ممكن ايش اسمه اي شيء زيد لك البي اتش بال، انت تعرفون الفاجان هي عاده تكون اسيدك بي اتش. اوكي اي شيء زيد لك البي اتش يعني يزيدها توارد الالكالاين ممكن يزيد الريسك مال بكتيريا فاجينوسيس. الباثوجينيس مثل ما قلنا اي شيء راح يزيد لك الفاجينال بي اتش او اي شيء يقلل لك اللاكتوباسيلس النورمال فلورا، يعني تنطيت انتي بايوتيك او مثلا الفيميل مثلا حاطه فورن بادي، هاي اي شيء ممكن يزيد لك اياها. وعاده شنو هاي نقطه كلش مهمه، الجاردينيلا فاجينالس او البكتيريا فاجينوسيس عاده يجي فولوينج منس، يعني ورا ما تخلص السايكل تقول لك عاد اجى، يعني مثلا تشوف البيشنت هاي عندها بكتيريا فاجينوسيس من تساله تقول لك مثلا ما صار يوم يومين من خلصت السايكل. اوكي فهو عاده فلومنس. واضافه لهاي ممكن انتي بايوتيك ثيرابي، ليش؟ لان هو يقلل لك ايش اسمه اللاكتوباسيلس. الديزيز البكتيريا فاجينوسيس اذا اريد تطلع من عنده بكلمتين، الكلمه الاولى او ثلاث كلمات اول شيء تعرف انه هو جراي ديسشارج. اوكي النقطة الثانية اكو شيء يسموه كلوسل، والنقطة الثالثة فيشي اودر. هاي كلها النقاط اللي اريد تعرفها، يعني شنو او حتى نعرف شنو كلوسل. كلوسل هاي اللي تشوفون هذه النورمال فاجينال ابيثيليوم. اوكي النورمال فاجينال ابيثيليوم من يصير لها كفرنج بالجاردينيلا او بالبكتيريا اللي تشوفون هاي، وهنا بالسلاين مايكروسكوب من يشوف الفاجينال ابيثيليوم كفرد وذ بكتيريا وذ جاردينيلا، هاي اسمها كلوسل. اوكي عادة الأودر مال
فاجينا او مال هذا الديسشارج يكون في شي اودر اوكي، والتريتمنت مالتها نمطي يا اما مترندازول او كليندامايسين. حتى نرجع الجاردن اللي هي جرام فاريبل، لا تقدر تقول هي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف، بس الانفلوب مالتها عند فيتشر مال جرام بوزيتيف بكتيريا والموجوده هي بالفاجينا. زين هي ما تسوي لنا الديزيز الا بحالات معينه، اذا كانت الفاجينال بي اتش انكريزز، اذا كانت اللاكتوباسيلاي ديكريز، ايش وقت الديكريز ممكن انتيبايتيك ثيرابي، ايش وقت الفاجينال بي اتش ممكن انكريز، يعني ايش وقت الاسيديتي اوف ذا فاجينا ديكريز في حال انه البيشنت مثلا فولوينج مانس. الدايجنوستس مثل ما قلنا هي عباره عن فيشي اودر، والديسشارج عباره عن ثين جراي ديسشارج. شوف اذا سويت سلاين مايكروسكوب، وهاي النقطه او يسموه سلاين سمير، راح اشوف البكتيريا عباره عن كلوسل اللي هي عباره عن نورمال فاجينال ابيثيليوم، لا هي فاجينال ابيثيليوم وشوفها كفرد باي بكتيريا. التريتمنت هي عباره عن فلاجيل مترندازول اند كليندامايسين. بالنسبه للجاردن لا اوكي، البكتيريا فاجينوسيس اوكي. التيبيكال كيس سيناريو يجي فيال بيشنت كان عندها سايكل مثلا فولوينج سايكل، اجتك قالت لك اكو جريد ديسشارج، واضافه الى هذا فيشي اودر، فانت تعرف ممكن يسالك ليش صارت البيست تريتمنت، فتقول له مترندازول او كليندامايسين، او يقول لك الاورجانزم المسؤول عن هذا شنو الفيتشر مالته، ممكن يدور تقول له جرام فاريبل، او يسالك ليش صار هذا الديزيز، ممكن يدور يا اما هي البيشنت ماخذه انتيبايتك وقتله اللاكتوباسيلس، او البيشنت اي شيء زايد البي اتش. بالضبط هاي المحاضره اعطتني اياها دكتوره داليا. بالضبط صح، وجتنا اتذكر حتى بالامتحان كانت تجي دائما هذا الاورجانزم. اوكي تريدون اطباء ريس تون كمل.